اهلا بيكم في حلقه جديده من كندا ايه. النهارده حلقتنا من فريدريكتون نيو برونزويك، وبالرغم ان فريدريكتون هي العاصمه الا انها من المدن الصغيره، كل اللي عايشين فيها حوالي 58,000 نسمه. هنقابل محمد خرالة صاحب اول مصنع بني تركي في كندا، وهيحكي لنا قصه نجاحه مع براندو روتيكانا وازاي وصل لدرجه ان هم يسموه ذا كينج اوف كوفي. انا اسمي محمد خير الله، خريج كليه فنون تطبيقيه القاهره دفعه 99، 43 سنه. اتنقلت لكندا من حوالي سنتين تقريبا، سنتين ونص. قبل كده كنت عايش في 15 سنة الأخرانيين في دبي. أنا اشتغلت في مصر تقريبا حوالي سنة بس، اللي هي السنة اللي كنت بعمل فيها الماجستير وما كملتوش. بعد كده جات لي فرصة ان انا اتنقل او اسافر لدبي، ففضلت ان انا اسافر. من زمان غوي سفر يعني. فاول ما اتخرجت في خلال اول سنة التخرج كنت خدت قرار ان انا اسافر لدبي، واشتغلت في شركة دعاية واعلان هناك لمدة تقريبا 9 شهور. وقبل ما تكون خلصت اول سنة من سفر لدبي كنت فتحت شركة دعاية واعلان خاصة بي. والله يعني في اسباب كتير، اسباب اقتصادية واسباب اجتماعية واسباب مالية، لكن دايما في الانسان في مرحلة معينة طموحه بتختلف. يعني طموحي لما كنت شاب غير طموحي بعد ما اتجوزت، غير طموحي لما بقى عندي أسرة وأولاد، لأن طبعا المعادلة بتختلف. المعادلة لما يكون الشخص لوحده بيبقى هو وطموحه، لكن لما بيكون الشخص وزوجته والشخص وأولاده بتبدأ تشوف إيه الأفضل للبيت، إيه الأفضل للأولاد. فما ينفعش الواحد دايما يبقى هدفه الرئيسي هو بس طموحه وتحقيق أحلامه وتحقيق طموحه. فطبعا لما الأولاد دخلوا في المعادلة وجودنا فترة كبيرة برا مصر، لقيت ان في لازم يكون في اعتبارات تانية في الحسابات، الشخص في الاماكن، في المكان اللي هنعيش فيه بقية عمرنا، واللي اولادي هيتربوا فيه واللي هيكبروا فيه، واللي لازم تكون يبدأوا يبنوا علاقاتهم ويبنوا حياتهم اللي جاية فيه. فبقى الموضوع متعلق اكتر بحياة ولادي الجاية مش بحياتي انا يعني. لا، هي دبي أكيد طبعا زي ما ناس كتير عارفة هي مكان جميل ومكان فيه كل الامتيازات اللي أي إنسان في الدنيا بيحلم بيها أو أي أسرة في الدنيا بتحلم بيها، سواء كان اللكجيريوس لايف ستايل، سواء كان الأمان، فرص العمل، فرص البيزنس. يعني ما فيش مقارنة بين دبي وبين أي سيتي تانية في العالم يعني. بس الموضوع ما بقاش بس فرص العمل وما بقاش بس luxurious lifestyle، بقى في حاجات أكبر، اللي هو زي ما بنقولها كده a place to call home. يعني أنا بدور على مكان ولادي يكبروا فيه وحاسين بنوعا ما انتماء لي، إن المجتمع بيعملهم على إنهم من المكان، مش غرب، مش foreigners، مش قاعدين بصفة مؤقتة لغاية لما يحصل أي حاجة فيضطروا بعد كده ياخدوا القرار ويسيبوا، ويفضلوا دايما حاسين بنوع من أنواع الغربة. فإحساس الغربة لازم ينتهي حتى لو في بلد تانية غير البلد الأم اللي الواحد اتولد فيها وتربى فيها. فأنا اتربيت في مصر واتولدت في مصر واتربيت في مصر، فخلاص فكرة الغربة هتفضل معايا لغاية لما أموت، لكن مش لازم تتكتب على أولادي هم كمان. فأنا محتاج إن أنا لقى يعني أكون ابتدت لهم مكان they can call it home زي ما بنقولها يعني. والله قبل ما أجي كندا أنا كنت محظوظ إن أنا تقريبا سافرت فوق 30 دولة في العالم ولفيت، ومنهم دول سافرتها أكتر من مرة، وعشرت ناس في دبي من جنسيات مختلفة. فبقى طبعا القصة يعني رأي الواحد أو إن هو إزاي يبلور فكرة أو يبلور رأي عن ناس وشعب وبلد شوية أسهل. فطبعا أول مرة سافرت كندا كانت من حوالي 4 أو 5 سنين تقريبا. وأول ما نزلت كندا طبعا العادي نزلت تورونتو، ففوجئت طبعا إن هي very big city، وما لو هنقارنها بدبي أكيد برضو ما فيش مقارنة. إن دبي دايما أي مقارنة
مقارنة دبي مع ايبك سيتي طبعا هتبقى المقارنة في صالح دبي، بس لما جيت هنا في فريدريكتون في نيو برونزويك فوجئت ان في حاجات تانية حلوة كتير احنا مفتقدينها في العالم دلوقتي، ان الناس لسه على سجيتها وطيبة قلبها وحبها للناس، في قيم وفي موصل عليا وفي فاليوز، ولسه مؤمنين بأهمية البيت وأهمية العيلة وأهمية إن الناس تتكلم مع بعض والناس بتقابل بعض في الشارع، بتبتسم لبعض وتضحك مع بعض وتتكلم مع بعض. يعني كانت أول حاجة لفتت نظري في الدوميستيك فلايت من تورونتو لفريدريكتون إن الناس كلها كانت قاعدة في الطيارة كأنك راكب ميكروباص من بتوع مصر، كله قاعد بيهزر ويقول نكت، والمضيفة حتى قاعدة بتهزر مع الناس، وعقبال ما الرحلة وصلت فريدريكتون كان كل الطيارة عارفين بعض يعني، وعارفين مين الغريب اللي جاي من بره ومين اللي لا من البلد والكلام ده كله. كندا معروفة في كل العالم طبعا بطيبة أهلها وشعبها وإن هم ناس ديسنت وناس محترمين جدا، والفكرة اتأصلت أكتر لما الواحد جه وشافها بنفسه يعني. طبعا جزء من قرار ان الواحد يغير البلد والكالتشر اللي هو متعود عليها والناس، الدعاية والإعلان والتسويق عموما شيء مرتبط جدا بثقافة البلد اللي انت شغال فيها والثقافة الشخصية بتاعتك وبتاعت التيم بتاعك والكلام ده كله، فلان هي مش برودكت في الآخر، هو زي ما بيتباع هنا بيتباع هنا. فطبعا فكرة ان انت تنقل نفسك بثقافتك بالاكسبيرينس بتاعتك اللي هي خلينا نقول ان هي ميدل ايست اكسبيرينس، وتبقى تنقلها لنورث امريكان اكسبيرينس طبعا شيء هياخد سنين ومش مش سهل. انا ما اعرفش الفاليوز بتاع لسه بتاعت المجتمع ايه، ايه اللي بالنسبة لهم صح وايه اللي بالنسبة لهم غلط، ايه اللي دي كان اكسبت وايه اللي ما يقدروش، الموضوع حساس جدا وصعب جدا. بلس طبعا الجزء التاني اللي احنا وكل الناس اللي عارفاه في مجال الدعاية والإعلان والتسويق، ان الجزء محتاج نتورك رهيبة مش هتيجي في يوم ولا في شهر ولا يمكن في سنة. فبعد طبعا ما جيت وبدأت اوريدي شركة الدعاية والإعلان بتاعتي، لقيت ان البوتنشال مش هيكون بنفس الاكسبكتيشنز اللي الواحد كان متوقعها للماركتينج، او احنا كنا متوقعين ان مفيش بوتنشال بالشكل المطلوب عشان يقوم بيزنس ويوقفه على رجله. في نفس الوقت انا كان عيلتي طول عمرهم شغالين في مجال تاني بقى غير الدعاية والإعلان، وهو مجال القهوة ككوفي اللي هو بيسموه الكوفي روستينج بيزنس في مصر، وانا كنت من وانا صغير بحب الموضوع بتاع تحميص القهوة وتعبئتها وطحنها والجو بتاع بقى الريحة بتاعت المكان، وان انت تاخد القهوة بعد ما تتحمص وهي سخنة زي البوب كورن كده تاكلها. فالموضوع كان بالنسبة لي من وانا صغير very interesting يعني، ولما طبعا كبرت شوية عرفت المجال ايه ابعاده وايه البوتنشال فيه، وكبرودكت مش كسيرفيس زي موضوع دعاية والاعلان اللي اصبح موضوع مجهد جدا لاي حد بيشتغل فيه، ويعني بقى سوق واسع لدرجة لا يتخيلها أي حد. ففكرت في إن الواحد يبدأ يشتغل في المهنة اللي هي زي ما بيتقال الفاميلي بيزنس بتاعه، وعنده خبرات برضه فيها وفي حد يقدر يسنده فيها، وخدت قرار إن أنا أعمل زي ما بيتسمى كارير شيفت وأشتغل في الكوفي روستينج. خلينا نقولها ببساطة ودايركت، إن أكتر حاجة عجبتني في كندا هم الكنديينز، الناس الكنديين وروحهم الكويسة وتقبلهم للآخر بالرغم من هم على بعد كيلومترات من ناس تانية، الوضع عندهم مختلف شوية، وده طبعا مهم لينا كناس جايين من الميدل إيست. فطبعا تقبل اللوكالز لينا طبعا امر مهم، وان هم الدايفيرسيتي اللي عندهم والتولرنس والكلام ده كان هو ده الاهم شيء اللي هيكون سبب بعد كده في ان احنا ناخد قرار هل هنكمل في الخطوه اللي خدناها ولا لا، هنقول لا هي كانت خطوه غلط ولازم نرجع. اما اكتر حاجه ما عجبتنيش ف يعني خلينا نقول هي مش ما عجبتنيش، بس طبعا في فكره الليبراليه او اللي هم بيتبعوها هنا في سياستهم في كل حاجة فيها حاجات كتير لا تتفق طبعا مع أخلاقياتنا وتربيتنا، وهي خلينا نقول إن هي بتحط تشالنجز
قصاد الواحد في تربيته لأولاده. فهي دلوقتي هي مش خلينا نقول هي مش عجباني، بس حطت قدامي تحدي في ازاي هتعامل مع أولادي وازاي اخلي أولادي يقدروا يتعاملوا في ان هم يكبروا في المجتمع ده ويبقوا عناصر من عناصر المجتمع بدون ما يكون في باريرز بينهم وبين الناس التانية، ويفضلوا محافظين طبعا على القيم والعادات والتقاليد بتاعتهم. طبعا هو مفيش جنة على الأرض، يعني لازم كل واحد يكون عارف، زي برضو ما احنا بنقول ان everything comes with a price، لو مش هتقدر تدفع الثمن يبقى ما تجيش أصلا يعني. لكن هي مميزات الهجرة لكندا بالذات، عشان انا ما اقدرش اتكلم عن اي دولة تانية، انا من وجهة نظري ان مميزاتها اكتر بكتير من عيوبها. هي عيوبها تتمثل في مجموعة تحديات ومجموعة معوقات بسيطة، بس لازم الواحد يكون واخد قرار انه هيكمل، لان هي محتاجة نفس طويل، محتاجة صبر، محتاجة شوية كفاح كده صغيرين وتركيز، وان الواحد دايما زي اي خطوة البني ادم بياخدها في حياته لازم يكون عارف انه هو هيدفع الثمن. فما ينفعش يجي في النص يقول لا مش لاعب، يعني وانس ان انت نزلت الملعب it's a point of no return يعني. ولازم الواحد يتعامل مع نفسه على كده. انا في وسط الموضوع بعد قرار الهجرة جينا في اوقات كتير كنا هناخد خلاص قاب قوسين او ادنى من ان الواحد يرجع في القرار ويقول لا خلاص مش هكمل، الموضوع هيكتك، الموضوع متعب، الموضوع فيه تضحيات وتحديات الكلام ده كله، بس في الاول وفي الاخر خلاص خدنا القرار وكان لازم نكمله النهاية. ولو إجابة بسيطة على السؤال هل أنا سعيد بالقرار ولا لأ، أنا سعيد بالقرار. هل لو رجع بيا الزمن هاخد نفس القرار تاني برضو وههاجر لكندا. الجو رائع يعني، يكفي إن الواحد بيجرب ماينس 30 وماينس 40 حاجات كده، يعني الواحد ما كانش مصدق. يعني انا اول ما احتكاكي بالجو كان موقف حصل لي اول مره جيت كندا من 4 سنين في زياره، ان انا شفت حذاء مكتوب عليه ماينس 40، فقلت حلو ديسكاونت 40%، ده شيء جميل يعني، فرصه الواحد يشتريه يعني، مش هيلاقي السعر ده تاني. فطبعا رحت احاسب عليه، فلقيت الراجل بيحاسبني على نفس السعر اللي مكتوب، فبقول له ايوه بس في ديسكاونت 40%. فقال لي جبت منين المعلومه؟ قلت له مكتوب عليها اهو ماينس 40. قال لي لا ده مناسب لدرجه حراره ماينس 40. فطبعا قلت له طب شكرا يعني، المعلومه وصلت ومش عايزه يعني. بس فطبعا بس طبعا برضو خلينا نقول ان احنا محظوظين جدا يعني. انا مش متخيل الناس كانوا عايشين في البلد دي من 100 سنه واكتر من 100 سنه ازاي. قبل احنا عندنا هنا انسوليشن سيستم بيخليك قاعد في البيت ما لكش اي علاقه باللي بيحصل بره، العربيات برضو معزوله، حياتنا ماشيه طبيعي جدا يعني. مش من الملابس دلوقتي بقى فيها طبعا نوع برضو من انواع الماتيريالز الجديده المختلفه اللي بتخلي الموضوع ابسط بكتير، وماهوش يعني، هي بس شويه احتياطات الواحد لازم ياخد باله منها وهو في الشارع، وهو ماشي بعربيته، وهو سايق، وهو لما بينزل من العربيه، مجرد ان هو بس تتبع الخطوات المطلوبه منه ان هو يحافظ عليها، الموضوع بيبقى ما بيشكلش اي عقبه يعني. عندنا 4 فصول في السنه، عندنا شتاء وعندنا صيف وعندنا خريف وعندنا ربيع، 3 فصول ولا اجمل، فما جاتش على فصل يعني منهم نستحمله ونمشي امورنا يعني. نصيحتي لاي حد بيفكر ان هو يهاجر لكندا ان هو يعقلها ويتوكل، الموضوع يستاهل تعب ويستاهل الصبر ويستاهل بعض التضحيات، لان كلمة تضحيات دي كلمة واسعة، كل واحد اعلم بالتضحيات اللي ممكن يقوم بيها والتضحيات اللي ما ينفعش يقوم بيها. بس كنصيحة عامة، كندا بلد جميلة واهلها ناس طيبين وفيها فرص مش سهلة بس لسه موجودة، وبالتوفيق. بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق وحدا، أرميده مغطى بالثلج وكل المال، شجر وعصافير كتير بتغط ارتاح وبتطير، أرميد بيتي الصغير بكندا.
وقت تلج بينطر يدوب التلج، كل ما تغيم بينطر يرجع ربيع.